هاي الفعالية عبارة عن ملتقى للرسم والخط العربي بعنوان لنغني بالألوان. طبعا هاي الفعالية نحن بشكل سنوي بنعملها إما هون أو بالطبيعة، إن كان على البحيرة أو إن كان في مكان بالطبيعة. يعني الهدف إن أولا الخروج عن الوضع الطبيعي للدرس اللي بياخده الطالب بالقاعة، وهيك أولا مع الطبيعة في كتير عناصر جديدة بيتلقفها الطفل أو الطالب، وبيبلش يغني ذاكرته صوري بهذا الكلام، زائد متعة الدرس اللي هو ما بيحس فيها بالدرس العادي مثل درس الطبيعة. نحن عم نستخدم بهاي الفعالية أدوات الخط اللي استخدموها من 1400 سنة على نفس الترتيب ونفس المحبرة والدوات والأليقة والقصب والحبر والاستخدام الطبيعي. هاي الطريقة هي لحتى نحن نرجع فيها، نرجع بالخط لأصوله ويبقى الأصل ثابت مثل ما كان هو بباقي الدول، ونحن من حقنا، نحن هون مهد اللغة، مهد الحرف، نحن أوغاريت، نحن لازم نرجع لأصلنا، نرجع للقصب واليد، نبتعد عن التكنولوجيا إلا بما يجمل هذه الفعالية ولا يلغيها. نحن عم نحاول قدر الإمكان أنه نعمل شيء جميل بالريف، ونشجع دائما على المواهب، إن كان موسيقى، إن كان رسم، إن كان خط، إذا انتبهتي، إذا كان يعني أي شيء له علاقة بهي النشاطات الفنية، لأنه كتير مهم أن الطفل يكون عنده موهبة بإضافة لدراسته، كتير بتعطيه حافز لأنه يكون جيد بكل شيء حتى اجتماعيا. يعني هو نشاط حلو، فعالية جميلة جدا، الأطفال بيعبروا عن أفكارهم، عن يعني كل شيء بيحسوا فيه بالرسم، بالخط، بأي شيء، يعني شيء حلو، فعالية حلوة كتير. يعني حبيت اشتغل بالفن السريالي أكثر من غير مدارس صراحة، لأنه حسيته أكثر طريقة قادر الإنسان يعبر فيها عن ذاته وعن أفكاره. شو عم تكتبي؟ بخط الرقى. إيه، شو الجملة اللي عم تكتبيها؟ القلم واللسان والعقل. تقولوا صحراء ومحاولته ما ينسى. شو نوع الخط اللي عم تكتبي فيه؟ سلوس. رسمي إنه هيك مثل عاصفة وشجرة فيها أوراق عم تنفخون العاصفة للأوراق. هون جبل وهون الشمس وهذا بيت وهون جنبه ورداء وهون العشب، جبال وعشب وبيت ونهر، بيت وشجر وغيوم وشمس. مبسوط هون بالفعالية؟ ايه. طب انت جاي رجلك مضروبة، ليش جاي ورجلك واجهتك؟ الرسم حلو، هواي بحبها. من امتى بترسم؟ ما من كتير، بس أنا بحب الرسم. من نوطة وشموسة وغيمة وردة.